إلى التفاصيل، ونبدأ بالشأن الصيني، حيث التقى رئيس الصيني شي جين بينغ على نحو منفصل مع كل من الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام، وأيضا نظيرها في ماكاو تشوي ساي اون في بكين. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام إن إدارة لام تحرز تقدما كبيرا في تطوير اقتصاد المنطقة وتحسين سبل معيشة شعبها منذ توليها منصبها في يوليو هذا العام، كما أكد على أنه يتعين على هونغ كونغ أن تتصرف بدقة وفقا للدستور والقانون الأساسي الذي يعد أساسا لتنفيذ سياسة دولة واحدة ونظامان في المنطقة الإدارية الخاصة. أما في اللقاء مع الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو تشوي ساي أون، فأشاد الرئيس شي بتشوي وعمله خلال العام الماضي، قائلا أنه يأمل في أن تسهم حكومة ماكاو وشعب المنطقة في تحقيق الحلم الصيني. جدير بالذكر أن الحكومة المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وقعتا يوم الخميس اتفاقا جديدا لإقامة آلية إشعار بشأن القضايا الجنائية تنطبق على فرض التدابير الإلزامية الجنائية وإجراءات المحاكمات الجنائية ضد سكان الجانب الآخر.